لانه خديت على راسي ان ناخذ المسؤوليه ديالها، وهي ماشي مسؤوليتي، هي المسؤوليه ديال انه جبنا مشاكل من 2020، جبنا مشاكل ديال الازمات اللي مركبه ديال الاوكرين وديال الاثمنه وديال هذا وديال هذا، وجبنا المشاكل اللي مولانا يعني هذا القضاء ديال الجفاف ديال 3 سنين، اللي جفاف حاد، جفاف حاد اللي كيمس البهايم ويمس الغنم ويمس هذا. ولا كنت ما البرامج اللي تعملت من قبل والاستثمارات اللي تعملت قبل والشجاعة ديال الفلاحة، الشجاعة ديال الفلاحة في الاستثمارات ديالهم، لأنه جال وعملوا وخدموا، هي اللي خلات أنه الحمد لله المغاربة اليوم عندهم ما ياكلوا، ولقاو كذلك لقاو الخضرة ولقاو اللحم. يمكن شي حاجة تكون ماشي في الثمن ديالها، ولكن كاين الإنتاج، رغم أنه كيحفى وما كيلقاش الماء، كيمشي للبراج ما كيلقاش الماء وما كيطيحش الماء من الفوق، وقولوا باز، قولوا باز على هاد الناس اللي يعني كيفاش كيشتغلوا. فلهذا حتى إلا بغيتوا تضربوا في الفلاحة ولا تضربوا في المخططات، يعني خموا شوية هاد المساكن، هاد المغاربة اللي خدموا في هاد الاستثمارات، راه كتمسوهم وعرفتوهم بأنه أنتم اللي كتضربوهم، ما صوتوش عليكم اختلافات وشكون.